بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا نحن سعداء بفضلك أنت وإرادتك أنت وإنعامك أنت يا كريم يا كامل الأوصاف يا من له الأسماء الحسنى، نحمدك ونحبك ونتقي غضبك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. الآن كما عهدتمونا نركز كثيرا على طرق الوقاية، ومن تلك الطرق هو التنبيه إلى على من تقع اللعنة. ما هم من خاسرون في عقاب عمرهم وهو أثناء حياة برزخية والحياة الأخروية في جهنم وبئس المصير. هذا مأكدين عليه، هنجم نقتصر على التذكير بأسماء الله الحسنى. لكن بما أن الخطر كبير ياسر، فلا بأس أن نرجع إلى بعض تلك الآيات المنبهات، تلك الآيات اللي تفصل في أمر من كتم علماً. وشكون يتقدم قبل الكاتب للعلم بنصره من حد الآن، وكان بيوسع باش حتى حد غير هما يعرف كثير أو قليل من العلم لفعلوا. اكتشفوا ماركوتين، اكتشفوا العلوم بين ظفرين في يد من، ومن يعبث بالشعوب مثل ما هو جار على بين سنين لعنهم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام زاد علمنا اللي من يكتم علم يلجم لجام من النار يوم القيامة. بس تو أنت تعرف اللي محمد عليه الصلاة والسلام ما لا أشار الأنبياء السابقين له عليهم السلام، أشاروا خاصة سيدنا عيسى عليه السلام اللي يكونوا عنده صفات كذا كذا هو اللي سيختم النبوات، تعرفوه وعندكم علامات. أقول كل رقدتو بعتوه على الأذان وبعتوه على من يبحثون عن اتباع رسول السلام عليه الصلاة والسلام، خليت الدنيا فارغة لا ذكر لمحمد عليه الصلاة والسلام، واكتفيت بالمؤامرة عليه من سحر وتسميم وصخر وأهل المجر. نسأل الله السلامة.